من منا لم يتعامل ولو لمرة بالدولار الأمريكي؟ تقريبا لا أحد، فهو أهم عملة يتداول بها الناس منذ عقود. لكن هل تساءلت يوما لماذا هو بالذات؟ وكيف حدث هذا؟ إليكم القصة. قبل الحرب العالمية الأولى كانت معظم دول العالم تتبع نظام معيار الذهب، حيث يتم تحديد قيمة العملة بقيمة موازية من الذهب، وهكذا كانت الدول تطبع العملة في شكل نقود مقابل ما لديها من ذهب. أما العملة الأكثر رواجاً وقتها فكانت الجنيه الاسترليني، كون بريطانيا قوة استعمارية ممتدة على الكثير من أصقاع العالم وقتها. لكن مع بوادر الحرب العالمية الأولى في عام 1914 لم يعد الذهب الموجود كافياً لتغطية قيمة النقود الورقية، وكانت الدول بحاجة للسيولة لشراء الأسلحة والتجهيز للحرب، ولهذا تخلت معظم الدول عن هذا النظام المالي وأصبحت تطبع النقود بغض النظر عما تملكه من ذهب. استمر الوضع سنوات على ذلك الشكل، وفي الأثناء كان اسم القوة الصاعدة الجديدة هي الولايات المتحدة. بحلول الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا هي الدولة الرائدة في بيع الأسلحة والسلع للحلفاء. وكيف كانت تقبض الدفعات من الدول؟ نعم، بالذهب. لكن لحظة، كيف دفعت الدول بالذهب بعد تخليها عن نظام الذهب؟ تخلي دولة معينة عن نظام الذهب لطباعة النقود لا يعني أنها لا تحتفظ بالذهب كملاذ آمن للتعامل به في وقت الأزمات. ومع حاجتها المتزايدة للسلاح في حربها ضد ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر، اضطرت بريطانيا للجوء إلى الولايات المتحدة للتزود بالسلاح، وكانت تدفع بدلاً عن المال الذهب. وهكذا سيطرت الولايات المتحدة على ما تبقى من احتياطات بريطانيا من الذهب وحتى الاستثمارات الخارجية. وهكذا أيضاً أصبحت أمريكا تمتلك الغالبية العظمى من الذهب في العالم. ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1944 اجتمع ممثلون من 44 دولة في بريتن وودز من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للنظام المالي. ولأن الولايات المتحدة كانت تمتلك معظم الذهب في العالم، تقرر في الاجتماع أن ترتبط عملات تلك الدول بالدولار مباشرة، لأنه ببساطة الأكثر ارتباطا بالذهب والأكثر انعكاسا له بحكم أنه عملة البلد الذي يملك غالبية كمياته. وتعهدت أمريكا بتثبيت قيمة الدولار على الذهب عند 35 دولاراً للأوقية، وبالمقابل قامت دول أخرى بتثبيت سعر صرف عملتها أمام الدولار. وهكذا أصبح الدولار المحور المركزي للنظام المالي وعملة الاحتياط العالمية. لكن في الستينيات حصل ما غير مجرى الأمور، فقد بدأت أمريكا بمواجهة عجوزات ضخمة وبدأ ينفد احتياطي الذهب. وفي عام 1971 أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون ما عرف بصدمة نيكسون، حيث تم فك ربط الدولار بالذهب، وأصبحت تحدد قيمة الدولار من خلال القوى السياسية والاقتصادية، لكن بقي الدولار عملة الاحتياط في العالم. اليوم أكثر من 60% من جميع احتياطات البنوك من العملات الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي، وحوالي 40% من ديون العالم مقومة بالدولار. ورغم أن الديون الخارجية لأمريكا تفوق 24 تريليون دولار، إلى أن رنين دولارها يبقى هو الأعلى صوتاً والأكثر بريقاً في العالم. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب ولايك وتفعل الإشعارات.